اللهم صل على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلنا في عهده عليه السلام الى عامله مالك الاشتر النخعي في برنامجكم نهج البلاغه. كتب اليه عليه السلام وليكن ابعد رعيتك منك واشناهم عندك اطلبهم لمعائب الناس فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العوره ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك اطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ما لا يضح لك، ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين الامام بابي وامي عليه السلام علي بن ابي طالب الذي وسع الوجود ولم يسعه الف الف وجود يكتب الى عامله يعلمه صلوات الله عليه ذلك الخلق الرفيع الذي يجب أن يصدر من الوالي إلى الرعية يقول له وليكن أبعد رعيتك منك من غيرهم يعني خلي يكون أبعد الناس من بين الرعية وأشنأهم عندك وأشنأهم يعني وأبغضهم عندك منو؟ أطلبهم لمعايب الناس أشدهم طلباً لعيوب الناس لعورات الناس لأخطاء الناس يجب على الوالي أن يبعد هؤلاء وأن يبغضهم بغضا شديدا يبغض الذين يأتون إليه بمعائب الناس يمقتهم يبعدهم فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها الوالي أب والي راعي والاب احق الناس بستر معائب اولاده الوالي احق من سترها الامام صلوات الله عليه يقول لهؤلاء له ابعدهم اللي يجيبوا لك معائب الناس لا تخليهم يمك لأن دائما الحاشية والخاصة البطانة يردون يتقربون إلى الوالي فشي يسوون يجيبون معائب الناس فلان هكذا فعل فلان هكذا صنع هسه أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله هسه هو من اللي خالي من المعائب والاخطاء؟ اول واحد المتكلم كل عيوب وكل اخطاء للاسف تشوف بعض الناس يرون القشة في أعين الآخرين ولكن لا يرون الجذع في أعينهم يرون أخطاء الآخرين أكثر لمعاناً من عيوبهم والحال موهج ايضا عندنا في نهج البلاغه من اشرف اعمال الكريم غفلته عما يعلم من اشرف اعمال صاحب النفس الكبيره ان يغفل عما يعلم من اخطاء الاخرين من معائب الاخرين ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي التغافل من السؤدد نعم التغافل من السؤدد فالمفروض على الانسان ألا يفتش على معائب الآخرين ويأتي بها إلى الوالي تعرف بعد الوالي لحيسوي أثر على تلك المعائب أعود الإمام صلوات الله عليه يقول لعامله وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها يعني فلا تفحصن لا تدقق يا مالك عما غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر لك طهر الأشياء اللي تكون واضحة لك. والله يحكم على ما غاب عنك. الله تعالى يتولى تطهير الأخطاء والعيوب التي تصدر من الناس وهي غايبة عنك. فإنما عليك تطهير ما ظهر لك. والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العوره ما استطعت الله اكبر يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك فاصل قصير وللحديث تتمه فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك فاستر العورة ما استطعت يا مالك استر العورة يعني العيب استر معايب الناس ما استطعت لا تفتش لا تدقق يستر الله منك الله تعالى يستر عليك عيوبك عن الناس الوالي قطعا الحاكم لا يخلو من المعايب انسان وكل انسان يخطا عدا المعصوم كنا نخطا الامام صلوات الله عليه يقول لعامله مالك الاشتر استر معائب الناس حتى الله تعالى يستر عيوبك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك انت عندك اخطاء ومعائب تحب ان لا يطلع عليها الناس تحب ان ما يطلعون عليها الرعيه فانت اذا سترت معائب الناس ستستر عيوبك من قبل الله تعالى هل تعلم ان الوالي اذا فتش على معائب الناس والرعيه فتشت على معائب الوالي سيحدث تنافر بين الطرفين سيحدث عدم الوثوق فيما بينهم. لا توجد اي ثقه. يتكلم الوالي ما يشاء والرعيه غير مستمعه اليه لانه لا تثق به. كذلك عموما الوالي يكون ما يتفحص على معائب الناس والرعيه يكون ايضا ما تدور زلات الوالي حتى لا يحدث تنافر بين الطرفين. التنافر يؤدي الى عدم الثقه بينهما. فاستر العوره ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. اطلق عن الناس عقده كل حقد. شنو يعني؟ أطلق عن الناس عقدة كل حقد. الأحقاد ولائد أسباب خاصة. الإمام يقول لعامله: زيل هذه الأحقاد. أطلق عن الناس عقدة كل حقد. الأشياء التي تؤدي إلى الأحقاد، إلى الحقد، زيلها. ابتعد عنها لا تفعل أشياء تسبب حقد الرعية عليك واقطع عنك سبب كل ويتر الويتر يعني العداوة اقطع أسباب العداوة اقطع الأسباب التي تؤدي إلى العداوة بينك وبين رعيتك بعد وتغاب عن كل ما لا يضح لك كن كالغائب عن كل ما لا يضح لك غير واضح لك سوي نفسك شنو ما شفت سوي نفسك ما عرفت الأشياء الغير واضحة لك تغافل عنها كن كالغائب عاملها أنت كالغائب وتغاب عن كل ما لا يضح لك ولا تعجلن إلى تصديق ساع لا تستعجل الساعي من الساعي الساعي هذا اللي يطلب معائب الناس ويذكرها عند الوالي هذا الساعي بذكر معائب الناس. الإمام صلوات الله عليه يقول لعامله: "ولا تعجلن إلى تصديق ساعٍ، فإن الساعي غاشٌ يغش ويكذب وإن تشبه بالناصحين" هذول يجون يم الوالي يقولوا له احنا نخاف عليك من الاغتيال فلان يريد يغتالك فلان جهة تريد تأذيك فلان فئة تريد تصفيك سعات فمن باب النصيحة للوالي شلون يدخلوا للوالي هم يدخلوا من هذا الباب احنا خايفين عليك احنا خايفين على حكومتك ترى فلان هيج قال فلان هيج حكى الإمام يقول للمالك: ولا تعجلن إلى تصديق ساعٍ فإن الساعي غاش يغش ويكذب وإن تشبه بالناصحين مهما قال لك إني أريد مصلحتك وإني أريد أن تكون حكومتك بأتم النعم الإمام صلوات الله عليه يقول لا وإن تشبه بالناصحين للأسف تشوف بعض الناس ما عندهم هم غير الوشاية عند السلاطين فلان أحمر فلان أخضر فلان أسود فلان أبيض بس يا أخي أنت حتى إذا شفت عيب عند واحد من الرعية دغوض غوض كن كالغائب غوظ انقل الاشياء الحسنه للوالي لا تنقل الاشياء اللي تؤدي الى هلاك الناس الناس بطبيعتهم يتكلمون وليقولوا ما يقولوا اذا كان الوالي مرتب وضعه ما يهم الناس تحكي او ما تحكي حتى الله تعالى يكون معه فأنا أقول علام ذلك علامة الوشاية عند السلاطين وذكر معائب الناس. وذكر عيوب الناس طوبى لمن اشتغل بعيوبه نياله، للي نظر إلى عيوبه وأنا أسلفت من هو الذي ليس لديه عيب؟ تأمل في عيوبك ذاك أولى وغض الطرف عن عيب العباد. فقبح العين في كشف الخبايا وحسن العين في غين وضاد. يعني شنو؟ يعني غض فقبح العين في كشف الخبايا هنا العين تكون قبيحه اذا كشفت معائب الناس وحسن العين في غين وضادي على امل اللقاء في برنامجكم نهج البلاغه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته